الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق التعاون الثنائي، ولولا دا سيلفا يطلب دعم القاهرة لإعادة حوكمة النظام الدولي. وخلال اجتماع وزاري بالجامعة العربية، أبو الغيط يدعو إلى وضع خطة عمل عربية عاجلة لتنفيذ وثيقة الاستجابة الإنسانية في فلسطين. مع تواصل عدوانها، قوات الاحتلال تقتحم مجمع ناصر الطبي بخان يونس، وواشنطن تحقق في استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في الغارات على غزة ولبنان. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. بالتزامن مع مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والبرازيل، تأتي زيارة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا إلى مصر تعزيزا للعلاقات الممتدة بين البلدين. توافق في المواقف بين القاهرة والبرازيل حول العديد من الملفات، من أبرزها الموقف من التطورات في قطاع غزة والدعوة لوقف إطلاق النار وبضرورة إنفاذ المساعدة لأهل قطاع غزة. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مباحثاته مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا عكست حجم التوافق بين البلدين إزاء مختلف الملفات والقضايا. وخلال مؤتمر صحفي مشترك بقصر الاتحادية، أوضح الرئيس السيسي أنه تم الاتفاق على أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وبإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بأكبر قدر ممكن. المباحثات الثنائية اللي تمت عكست قد ايه حجم التوافق بين البلدين في المجالات المختلفه، وايضا فيما يخص القضايا الدوليه توافقنا على ان اهميه ايقاف اطلاق النار في قطاع غزه واطلاق سراح الرهائن والمسجونين وادخال المساعدات للقطاع باكبر حجم ممكن حفاظا على ارواح المدنيين، ثم وصولا الى اطلاق مرحله ما بعد الحرب من أجل إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. وهنا لازم أسجل أن البرازيل من الدول التي اعترفت من فخامة الرئيس بالدولة الفلسطينية. هذا وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تم الاتفاق على تطوير العلاقات الثنائية المختلفة بين البلدين. وأشار الرئيس السيسي إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى لتنسيق التعاون الثنائي. وأنا بشكر فخامة الرئيس أيضا على المباحثات الثنائية اللي يعني بمناسبة مرور 100 سنة هذه الزيارة على العلاقات الدبلوماسية بين البرازيل وبين مصر، وبشكره أيضا على الإرادة الحقيقية اللي احنا عكستها المباحثات اللي تمت بيننا على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. وده أثناء يعني المباحثات الثنائية والموسعة اتفقنا على تطوير العلاقة بين العلاقات بين مصر والبرازيل في المجالات المختلفة السياسية، الاقتصادية، الثقافية، الصناعية، الزراعية. وده أمر يمكن هيكون خلال زيارة إن شاء الله من الدعوة الكريمة اللي وجهت لي من فخامة الرئيس لزيارة البرازيل في المؤتمر اللي هيعقد هناك، وهتبقى فيه زيارة الدولة خلال هذا المؤتمر أيضا G20، ان احنا اتفقنا على ان يتم تشكيل لجنه مشتركه على مستوى البلدين على اعلى مستوى لتنسيق الموضوعات، موضوعات التعاون والاهداف اللي هيتم تحقيقها من خلال هذه اللجنه المشتركه للبلدين. We'll be right back.
من جانبه قال الرئيس البرازيلي إن بلاده تعول على دور مصر المحوري في الجهود الرامية إلى تهدئة في قطاع غزة ووقف الحرب. كما وجه الرئيس البرازيلي التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على جهود مصر في إجلاء الرعايا البرازيليين من قطاع غزة. فخمت رئيس السيسي وشكرته لتضامنه والمساعدات المقدمة للبرازيل حتى يتسنى لنا أن نقوم بإجلاء المواطنين البرازيليين الذين كانوا عالقين في قطاع غزة وساعدونا عن طريق السفارة هنا في مصر، وقمنا بإجلاء حوالي 2000 شخص وضمان عودتهم بسلامة إلى البرازيل. بالتالي أود أن أحيي فخامة الرئيس. أوضح الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أنه اقترح على الرئيس السيسي الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وأكد الرئيس البرازيلي سعي بلاده إلى إقامة علاقات تبادل تجاري متوازنة مع مصر، لافتا إلى اعتماد البرازيل على الدعم المصري لإعادة حوكمة النظام الدولي. البرازيل ملتزم ويعول على الدعم المصري لكي نقوم بتحقيق التغييرات الضرورية في مسألة الحوكمة الدولية. يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يدرج بلدان أخرى ليحقق تمثيل في إفريقيا، في جنوب أمريكا الجنوبية، أن تكون هناك جيوسياسية جديدة في مجلس الأمن. يجب أن نقضي على حق الفيتو المستخدم من عدة بلدان، ويجب على أعضاء الأمم المتحدة أن يدافعوا على السلم وليس تشجيع الحرب. كما أكد الرئيس البرازيلي أن بلاده تعول على دعم مصر في مجموعة العشرين، خاصة في مجال التعبئة الدولية ضد التغير المناخي. في هذا الإطار أشار سيلفا إلى الحاجة للاستفادة من خبرة مصر في مجال مكافحة تغير المناخ، باعتبار أن الالتزام الدولي الأول تجاه تغير المناخ كان في مصر من خلال مؤتمر كوب 27. نحتاج إلى مساعدة مصر خاصة عندما عقدت كوب 27، ونريد أن نستفيد من خبرة مصر في هذا الميدان. والالتزام الدولي الأول كان كوب 27 هنا في مصر بناء على دعوة من فخامة الرئيس السيسي. والعلاقات التجارية فهي تنمو، وهناك فرص سانحة لتنويع هذه العلاقات وتنويع المنتجات. ومصر فهو الشريك التجاري الثاني في إفريقيا، وبتبادلات تجارية ب 2 مليون دولار، وهناك اتفاقية ميركوسول مصر الذي من شأنه أن يعزز هذه المبادلات والتكامل بيننا، ويمكن أن يكون لنا اتفاقية لتسهيل الاستثمارات بين بلدينا. هذا وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره البرازيلي لولا دا سيلفا التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين. شهد الزعيمان التوقيع على اتفاقيات منها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بشأن التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فضلا عن بروتوكول تعاون في مجال الزراعة والثروة الحيوانية لتصدير اللحوم ومنتجاتها من البرازيل إلى مصر. We'll be right back.
وللحديث عن توقيع اتفاقية اليوم بين مصر والبرازيل لاستيراد اللحوم والتعاون الزراعي، معنا عبر الهاتف الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. دكتور محمد، كيف ترى آفاق التعاون المصري البرازيلي خاصة في المجال الزراعي واستيراد اللحوم على ضوء اتفاقية اليوم؟ يا لو سمحت اشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا. والحقيقه في تعاون كبير بين دوله مصر ودوله البرازيل، اكثر من 100 عام اقامه للعلاقات الدبلوماسيه بين البلدين، وده نتج عنها ان الحمد لله بنشوف في العام 2023 يعني علاقات تجاريه بتصل الى حوالي 3.4 مليار دولار، وبتتضمن صادرات مصريه الحقيقه زي الاسمده بقيم تتجاوز ال 183 مليون دولار، وايضا الفواكه بقيمه 68 مليون دولار، وكمان بنستورد من الجانب البرازيلي الحبوب وده بقيمه 700 مليون دولار، وبعض واللحوم طبعا بقيمه 392 مليون دولار. ده كان عن العام 2023. احنا النهارده لما بنلاقي في علاقات وفي فرص لتوطيد العلاقات واتفاقيه لتوريد اللحوم، ده امر مهم جدا خصوصا ان احنا داخلين على موسم رمضان ومواسم الاعياد، ودي بتشهد اقبال من المواطنين على شراء اللحوم، فان احنا يبقى في مذكره تفاهم وتعاون مشترك بين الدولتين لتوفير وتامين توافر اللحوم في الاسواق خلال الفتره المقبله، ده اكيد هيكون له دور كبير الى جانب الانتاج المحلي يدعم بشكل كبير اتاحه اللحوم امام المواطنين باسعار مناسبه، ويكون في فرصه لتلبيه احتياجات المواطنين وتوفير الامن الغذائي للمواطن المصري باذن الله. يعني مردود هذه الاتفاقيات سيكون سريعا، بما انك دكتور محمد تحدثت عن قدوم شهر رمضان وازدياد التعاون فيما بين مصر والبرازيل عن عام 2023 وفقا للاتفاقيات التي تم توقيعها اليوم. يعني طبعا ان شاء الله يكون في مردود سريع في توفير اللحوم، خصوصا الحقيقه الاتفاقيات اللي تم توقيعها اتفاقيات متعدده بتتضمن ان يبقى في خط جوي بين ساو باولو والقاهره، يتضمن توريدات اللحوم، يتضمن تامين احتياجات البلدين من المنتجات الغذائيه كل فيما يتميز به، فده بالتالي هيكون فرصه جيده لسرعه تلبيه احتياجات المواطنين، خصوصا ان احنا كمان يعني في الدوله المصريه احنا عارفين موافقات افتراضيه لاكثر من 154,000 راس ماشيه بتتنوع ما بين عجول ذبح فوري وعجول بغرض التربيه، وبالتالي في فرصه ان يكون في سرعه لاستجابه السوق او تلبيه احتياجات السوق وتوافد الكميات من اللحوم للاسواق المحليه، وبالتالي ده يؤدي الى انضباط الاسعار باذن الله ونتيجه الجهود اللي بذلت في العلاقات بين الدولتين ان شاء الله. اهم ثمار التعاون في المجال الزراعي وكيف سيتم تطويره؟ هل فيما يتعلق بمجالات الاسمده فقط ام فيما يتعلق بالجديد في الانتاج الزراعي التكنولوجي ايضا؟ يعني الحمد لله احنا بنتكلم على صادرات البطاطس تم فتحها لاول مره للسوق البرازيلي، وده فرصه ايجابيه جيده. ايضا بنتكلم على صادرات الفواكه المختلفه والخضروات، كان العام الماضي احنا بنتكلم في حوالي 68 مليون دولار، ان شاء الله يكون في زياده نتيجه فتح سوق البطاطس البرازيلي امام المنتج الزراعي المصري، وكمان العلاقات الخاصه بتامين اللحوم وتوفير كميات من اللحوم للدوله المصريه، فاكيد ده كله هينعكس بشكل ايجابي في حجم التبادل التجاري بين الدولتين. ويعني طبعا دوله البرازيل من الدول اللي بينا وبينها علاقات جيده، واحنا بنعتبر يعني شريك تجاري كبير جدا ليهم، سواء بالنسبه لهم في افريقيا او هم بالنسبه لنا في منطقه امريكا اللاتينيه، في تعاون كبير جدا بينا وبينهم، واكيد ده هيؤدي الى نتائج اكبر وعائد افضل في مزيد من التنميه الاقتصاديه ومزيد من العلاقات التجاريه والتبادل التجاري بين الدولتين ان شاء الله. أشكرك جزيلا دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، كنت معنا عبر الهاتف. مشاهدينا الكرام، ورد إلينا الآن في نبأ عاجل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث اطلع الرئيس على نتائج مشاركة رئيس مجلس الوزراء في القمة العالمية للحكومات بدبي نيابة عن السيد الرئيس. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع خلال الاجتماع سير العمل في عدد من ملفات العمل الحكومي.
وعودة لزيارة الرئيس البرازيلي إلى مصر، حيث قام لولا دا سيلفا وقريناته بجولة في منطقة الأهرامات. أشاد سيلفا بعظمة الآثار وفي منطقة الأهرامات، كما شملت جولة لولا دا سيلفا زيارة المتحف المصري الكبير. تتسم العلاقات المصرية البرازيلية في مجملها بالإيجابية وبالتعاون في ضوء التنسيق المتواصل على المستوى الثنائي، خاصة فيما يرتبط بالقضايا المهمة على المستوى الدولي، ومنها القضية الفلسطينية. وانعكس التعاون بين البلدين خلال السنوات الأخيرة بشكل مباشر في تبادل تأييد المرشحين من الدولتين العضوية المنظمات الدولية واللجان المتخصصة في تلك المنظمات. علاقات قوية وراسخة تربط مصر والبرازيل، كما أنها علاقات تاريخية تتسم بالإيجابية والتعاون في ضوء التنسيق المتواصل على المستوى الثنائي، خاصة فيما يرتبط بالقضايا الهامة على المستوى الدولي. العلاقات بين مصر والبرازيل قديمة، وقد حدث تقارب بين الدولتين في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين في إطار حركات سياسية مثل عدم الانحياز، واقتصادية مثل مجموعة 77. وعلى مدار عشرات السنين اتسمت العلاقات السياسية بين البلدين بالإيجابية والتفاهم والتعاون المتميز، ويتفق البلدان في العديد من القضايا العالمية، ومنها مسائل نزع السلاح ومنع الانتشار وتحقيق أهداف الألفية الثانية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في التعليم والغذاء والتنمية، وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني في تحقيق دولة مستقلة، وتكاد تتطابق وجهات النظر حول العديد من القضايا الدولية والسياسية والاقتصادية باستثناء بعض المجالات الحساسة، منها عملية إصلاح مجلس الأمن. التعاون بين القاهرة وبرازيليا انعكس خلال السنوات الأخيرة بشكل مباشر في تبادل تأييد المرشحين من الدولتين لعضوية المنظمات الدولية واللجان المتخصصة في تلك المنظمات. فقد أيدت البرازيل في السنوات السابقة وبادلتها مصر في ذلك تأييد ترشيح العديد من المسؤولين المصريين لمناصب دولية، كما أيدت البرازيل مشروع القرار المصري حول نزع أسلحة الدمار الشامل، خاصة النووية منها، في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان لهذا التأييد أهمية خاصة في ضوء تمرير مشروع القرار بثلاثة أصوات فقط وغيرها من القرارات. هي إذن علاقات تاريخية بين البلدين، قائمة على التوافق والاحترام المتبادل والتشارك في وجهات نظر حول العديد من القضايا العالمية. دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى وضع خطة عمل عاجلة ذات أفق زمني محدد لتنفيذ مضمون وثيقة الاستجابة الإنسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين، وتشمل مختلف المجالات في كافة الأراضي الفلسطينية. وخلال اجتماع مجلس الجامعة العربية الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، حذر أبو الغيط من تداعيات الوضع في فلسطين على المشهد الإقليمي. أنني أدعو مجلسكم الموقر إلى وضع خطة عمل عاجلة ذات أفق زمني محدد لتنفيذ مضمون وثيقة الاستجابة الإنسانية التي تقدمت بها دولة فلسطين. هذه الخطة تشمل مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية في كافة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة،
وتهدف إلى التخفيف من شدة الصعوبات المعيشية التي يكابدها الفلسطينيون بشكل يومي. فقد أدت الحرب إلى اضطراب طال الإقليم بأكمله، مع احتمالات بتصعيد أكبر للموقف، وما تمخض عن هذا كله من تبعات سلبية على الوضع الاقتصادي، خاصة في ضوء التهديدات الأمنية المتزايدة في البحر الأحمر، والمخاوف من تعطل سلاسل الإمداد، فضلاً عن تراجع السياحة والأضرار التي أصابت مناخ الاستثمار. قد شارك الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية بشأن فلسطين. وخلال كلمته أكد لولا دا سيلفا أن العدوان الإسرائيلي على غزة رد غير متناسب وغير مقبول، مؤكدا أن بلاده قررت تقديم مساعدات مالية لوكالة الأونروا، ومطالبا باقي الدول التي قطعت مساهمتها بالتراجع. وسوف تقوم حكومتي بمساعدات مالية لمنظمة أونروا، ونحن نحث كل البلدان أن تحتفظ بمساعدتها لهذه المنظمة، وإن المهمة الأولوية هو أن نتوصل إلى وقف إطلاق النار بدون شروط وذاكرة وتحرير الرهائن، وإن الصراع المستمر في فلسطين فهو يتعدى منطقة الشرق الأوسط، لأن تأثيراته سوف تؤدينا إلى سيناريوهات مرعبة، ونحن نقترح أن يكون الحل على مستوى الأمن المجلس الأمن بدولة فلسطينية ودولة إسرائيلية تعيش سلميا، ونحن ندعم أيضا القرارات التي تندد بالانتهاكات المتتالية والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل. كما أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في كلماته أن الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في رفح تمثل كارثة جديدة، معتبرا أنه ليس هناك مبرر لمنع فلسطين من الدخول في الأمم المتحدة. وشدد الرئيس البرازيلي على أن بلاده سوف تستمر في الدفاع من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية كدولة ذات سيادة. إن الأعمال الأرضية التي تقوم بها إسرائيل في رفح فتمثل أيضا كارثة جديدة، وهي تعكس، وبالتالي من الملح أن نقف، وهذه العمليات سوف لن يكون هناك سلم إذ لم يتم تحقيق دولة فلسطينية تعيش بحدودها، وأن نحقق السلم أيضا في قطاع غزة وفي الضفة الغربية وعاصمتها القدس الشرقية. وبالتالي فالقرار خلق أو إنشاء الدولة الفلسطينية فتم اتخاذه منذ 75 سنة من الأمم المتحدة. ليس هناك مبرر لكي نمنع فلسطين من الدخول إلى الأمم المتحدة، وإن إعادة مشاورات السلم فهي قضية عالمية. شدد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية على أن أي اتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة وإنجاز صفقة تبادل جدية. هذا ودعت المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي إلى التحرك واتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. وقال رياض منصور المندوب الفلسطيني بالأمم المتحدة إن الجهود تتركز الآن على منع إسرائيل من ارتكاب جريمة إخلاء قطاع غزة ووقف الحرب. من وجهة نظرنا فإننا نرى أن على مجلس الأمن أن يتحمل مسؤوليته ويتحرك فورا لوقف القتال وإنقاذ رفح من هذه الكارثة الوشيكة. وكما تعلمون نود أن نرى مجلس الأمن يتصرف بأسرع ما يمكن في حدود ولايته وسلطته. قالت وزيرة الخارجية الألمانية أناليتا بيربوك إن هناك حاجة إلى هدنة إنسانية جديدة، وأن الاقتراح القطري المصري فرصة يجب اغتنامها. وأعلنت بيربوك أن أكثر من نصف سكان غزة يبحثون حاليا عن مأوى في رفح، وينتظر مليون شخص هناك في مساحة صغيرة جدا.
أكثر من نصف سكان غزة يبحثون حالياً عن مأوى في رفح، وينتظر 1,300,000 شخص هناك في مساحة صغيرة جداً، ليس لديهم حقاً أي مكان آخر يذهبون إليه الآن. لقد اتبع الكثير منهم أوامر الإخلاء الإسرائيلية وفروا من مناطق القتال في شمال غزة، وفي كثير من الأحيان ليس لديهم سوى أطفالهم الصغار. لا يمكن لهؤلاء الناس أن يختفوا ببساطة في الهواء، فإذا شن الجيش الإسرائيلي هجوماً على رفح في ظل هذه الظروف فستكون هناك كارثة إنسانية. أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على ضرورة الوصول إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل نهائي يضمن للفلسطينيين دولتهم المستقلة. وخلال مباحثات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أشار العاهل الأردني إلى أهمية تخطي التحديات بالسرعة الممكنة، لافتا إلى ضرورة العمل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل، ومشددا على رفض الأردن التام لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين، مجددا التأكيد على ضرورة السماح لسكان القطاع بالعودة إلى منازلهم. من جانبه أعرب ترودو عن قلق بلاده من التهديدات المتزايدة بشأن القيام بإجراءات إضافية في رفح الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة ووقف إطلاق النار بشكل مستدام وبإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حذرت إسرائيل من عواقب وخيمة في حال الهجوم على المدينة الفلسطينية جنوب رفح قطاع غزة. ونقلت الصحيفة عن المسؤول الأمريكي أن الإدارة الأمريكية وبعض شركائها في الشرق الأوسط يعملون على خطة شاملة للسلام دائمة بالمنطقة، لافتا إلى أنها تشمل جدولا زمنيا لإقامة دولة فلسطينية، وأن مفتاحها هو صفقة تبادل المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. حذر منسق المساعدات بالأمم المتحدة مارتن جريفيث من خطورة شن إسرائيل عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية وما قد يتبعها من احتمال تدفق الفلسطينيين المكدسين في المدينة نحو مصر. وأضاف جريفيث أن فكرة انتقال المدنيين في غزة إلى مكان آمن محض وهم، هذا ويعيش أكثر من 1,000,000 فلسطيني في رفح جنوب قطاع غزة، ويقيم العديد منهم في مخيمات وملاجئ مؤقتة بعد فرارهم من القصف الإسرائيلي على مناطق شمال ووسط القطاع. دعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة، وفقا لبيان مشترك صدر ردا على تقارير حول العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة في رفح. جاء ذلك في البيان الذي أصدره رؤساء وزراء الدول الثلاث، والذي يؤكدون فيه أنهم يشعرون بقلق بالغ إذا المؤشرات على أن إسرائيل تخطط لهجوم بريء على رفح، وأن أي عملية عسكرية في رفح ستكون كارثية. أضاف البيان أن هناك حاجة ماسة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية. غزة اتدمرت، ما ضلش حاجة. لليوم 32 بعد 100 يتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة برا وبحرا وجوا. من جهة أخرى، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية إن وزارة الخارجية تحقق في مزاعم استخدام القوات الجوية الإسرائيلية الفسفور الأبيض في غاراتها على قطاع غزة ولبنان. آلة القتل الإسرائيلية تواصل حصد الأرواح في قطاع غزة لليوم 32 بعد 100. المجازر الإسرائيلية على القطاع لم تتوقف منذ هجمات 7 أكتوبر الماضي،
وتسببت في استشهاد أكثر من 28,000 فلسطيني، فضلاً عن إصابة أكثر من 68,000 آخرين وفقدان أكثر من 8,000 شخص تحت أنقاض المنازل المنهارة بسبب القصف الوحشي المتواصل. القصف الإسرائيلي على غزة أجبر سكان القطاع على النزوح من شمال ووسط قطاع غزة إلى مدينة رفح الفلسطينية أقصى الجنوب، واتخذوا من الخيام المشدودة مأواً لهم لحمايتهم من برد الشتاء القارس وسط نقص في الطعام والشراب وانقطاع الكهرباء ونقص في الوقود وخروج أغلب المستشفيات من الخدمة. القصف الإسرائيلي على قطاع غزة تسبب في خروج أغلب المستشفيات من الخدمة التي تقع في الأساس تحت نيران دبابات وصواريخ جيش الاحتلال، فضلاً عن القطع المتعمد للكهرباء ووقف دخول إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل الأجهزة ومحطات الأكسجين لإنقاذ المرضى والمصابين، وكان آخرها اقتحام مجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد حصاره لليوم 25 على التوالي. واستهدف الاحتلال قسم العظام وأجبر النازحين والأطباء والممرضين على إخلاء المجمع والتوجه إلى رفح، واعتقلت العشرات منهم لدى محاولتهم الوصول إلى رفح. وأعلنت صحيفة وول ستريت الأمريكية أن وزارة الخارجية تحقق في مزاعم استخدام القوات الجوية الإسرائيلية الفوسفور الأبيض في غاراتها على قطاع غزة ولبنان، مشيرة إلى أن التحقيق يهدف إلى تحديد ما إذا كانت الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل قد استخدمت بشكل غير صحيح لقتل المدنيين. الصحيفة أضافت في تقريرها أن المحققين يشتبهون في أن إسرائيل ربما استخدمت قنبلة تزن نحو 907 كيلوغرامات في غاراتها على مخيم جباليا للاجئين شمالي غزة، والتي أدت إلى استشهاد أكثر من 125 شخصاً. أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس وتحويله إلى ثكنة عسكرية. أضافت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال استهدفت مقر الإسعاف وخيام النازحين وعملت على تجريف المقابر الجماعية الموجودة داخل المجمع، وأجبرت من تبقى من النازحين وعائلات الطواقم الطبية على النزوح قصرا من المجمع تحت التهديد. إلى ذلك حذرت وزيرة الصحة الفلسطينية مايل كيلا من كارثة إنسانية وشيكة في المجتمع، لافتة إلى أن ما يفعله الاحتلال يمثل تكرارا لجرائم مروعة حدثت من قبل في عدد من مستشفيات القطاع. قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن الوكالة ستواجه نقصا حادا في السيولة في أبريل القادم إذا استمر تعليق عدد من الدول لمساهمتها المالية مع عدم توفير تمويل جديد. وأضاف لازاريني أن مصروفات الوكالة ستصبح أكبر من إيراداتها بداية من شهر مارس، لافتا إلى أن الأونروا ستصل إلى تدفق نقدي بالسالب اعتبارا من مارس، موضحا أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سيعرض بعض الملاحظات على الدول الأعضاء بخصوص التحقيق في انتماء عدد من موظفي الأونروا في غزة إلى حركة حماس بعد 4 أسابيع. To promote better peace and security. أعلنت أيرلندا عن تقديم تمويل إضافي بقيمة 20 مليون يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وحثت أيرلندا الدول التي علقت التمويل على استئناف وزيادة دعمها للوكالة لاستكمال عملها في إنقاذ المدنيين الفلسطينيين. For 1.9 million people displaced by Israeli's military operations. There is no replacement for UNRWA's work. أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش رفضه مشروع إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. وأضاف سموتريتش أنه سيطالب المجموعة الوزارية باتخاذ قرار صريح بمعارضة إسرائيل إقامة دولة فلسطينية. إلى ذلك أفادت وسائل إعلام برفض وزير الشتات الإسرائيلي الخطة الأمريكية المعلنة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرة إلى مطالبة الوزير الإسرائيلي بمقاومة الخطة الأمريكية والتهديد بخطوات أحادية كإلغاء اتفاقية أوسلو.
قال مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد إن حجم الضرر الناجم عن الحرب في قطاع غزة يبلغ نحو 20 مليار دولار حتى الآن. وأوضح المدير في أونكتاد خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف ريتشارد كوزول رايت أن الأضرار تعادل بالفعل نحو 4 أمثال ما تعرض له القطاع في الحرب التي استمرت 7 أسابيع في عام 2014، مشيرا إلى أن التقدير يستند إلى صور الأقمار الصناعية ومعلومات أخرى، وأن الوصول لتقدير أكثر دقة سيتطلب دخول باحثين إلى غزة. وفي ملف دعم فلسطين، يستمر معبر رفح في استقبال المساعدات الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية، بالإضافة لخروج مزدوجي الجنسية وعدد كبير من المصابين من الأشقاء في فلسطين. ورغم عرقلة قوات الاحتلال بدخول هذه الشاحنات من الجانب الفلسطيني، إلا أن البوابة المصرية ما زالت تفتح أبوابها لإيصال المساعدات. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. أهلا بك كريم، ولك متابعة في هذا السياق، تفضل. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل برغم إعلان الهلال الأحمر الفلسطيني عن عدم دخول أي شاحنات إغاثية من الجانب الفلسطيني من بوابة معبر رفح إلى الأشقاء في غزة، إلا أن الشاحنات الإغاثية من مواد غذائية ومستلزمات طبية وخيام وأدوية وغيرها من الأشياء المعيشية تدخل بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية لتذهب إلى الناحية الأخرى، وتدخل عبر عدد من الجهات ربما كانت تفتش في البداية عبر معبر العوجة وتدخل عبر بوابة معبر رفح الفلسطينية، لكن قوات الاحتلال تعرقل دخول هذه المساعدات وتتلكأ في تفتيش هذه المساعدات وتأخذ وقت طويل جدا وتمنع دخولها في بعض الأحيان حيث أنها لم تدخل من الناحية الفلسطينية. وقامت أيضا قوات الاحتلال بقصف ربما الناحية الأخرى من الجانب الفلسطيني أمام بوابة معبر رفح الفلسطينية لتمنع دخول المساعدات، لكن قمنا أيضا يعني بالجانب المصري مع الجانب الفلسطيني بإصلاح هذه الممرات تم قصفها، وتم أيضا خروج مزدوجي الجنسية والمصابين عبر بوابة معبر رفح الفلسطينية وبوابة معبر رفح المصرية. ولكن تدخل الآن المساعدات الإغاثية عبر معبر كرم أبو سالم ويتم تفتيشها تفتيش دقيق من قبل قوات الاحتلال، وتأخذ وقت طويل جدا، وتصطف الشاحنات بطريقة كثيرة جدا وكبيرة جدا أمام بوابة معبر رفح المصرية وفي العريش ورفح والشيخ زويد، كل هذه الأماكن بها عدد كبير جدا من الشاحنات ما زال في اصطفاف كبير ليدخل إلى الناحية الأخرى من الأشقاء في فلسطين. نتحدث أيضا عن مطار العريش الدولي الذي ما زال يستقبل المساعدات الإغاثية المختلفة من عدد كبير من الدول. نتحدث عن بالطبع أيضا المنظمات التي تشارك في إدخال هذه المساعدات، يتسلمها الهلال الأحمر المصري في مطار العريش، وأيضا التحالف الوطني الذي قام بإرسال أكثر ما يقرب من 500 شاحنة محملة بالمساعدات الإغاثية وصلت بالفعل بالأمس إلى معبر رفح المصرية. دخل جزء كبير منها، ما يقرب من 160 شاحنة منهم دخلوا بالفعل عبر بوابة معبر رفح المصرية. وربما لم يعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن عدد تسلمه كم من الشاحنات هذه التي دخلت عبر بوابة معبر رفح المصرية، وهذا لا يمنع أيضا استمرار استقبال مزدوجي الجنسية والمصابين يتلقوا العلاج في المستشفيات المختلفة إما في العريش أو بئر العبد أو حتى في مستشفيات القاهرة وغيرها التي حددتها وزارة الصحة. كريم بيبرس من العريش، أشكرك شكرا جزيلا. السادسة متواصلة مع حضراتكم من التلفزيون المصري ونتابع فيها. فرنسا تستضيف مؤتمرا إنسانيا لدعم السودان في منتصف إبريل.
طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وزير خارجية بلاده عبد الله أبو حبيب بتقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي بسبب التمادي الإسرائيلي في العدوان على الجنوب اللبناني وسقوط شهداء وإحداث دمار هائل. وأدان ميقاتي العدوان الإسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان وما وصفه بالمجازر الجديدة التي ترتكبها إسرائيل في حق المواطنين اللبنانيين في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة اللبنانية بالتهدئة ودعوة جميع الأطراف إلى الالتزام بعدم التصعيد. أعلنت السلطات اللبنانية مقتل 11 مدنيا بينهم 6 أطفال بوابل من الضربات الإسرائيلية على قرى تقع جنوب لبنان، وذلك في الاشتباكات الدائرة بين عناصر حزب الله والجيش الإسرائيلي والتي اندلعت منذ هجمات 7 أكتوبر على قطاع غزة. ونقلت وكالة رويترز أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن توجيه ضربات على المدن اللبنانية ردا على قيام عناصر حزب الله بتوجيه صواريخ تجاه المستوطنات الإسرائيلية، مما أدى لمقتل جندي وإصابة 8 آخرين. شنت الولايات المتحدة 4 ضربات على مناطق خاضعة لسيطرة قوات الحوثي في اليمن، وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي كانت تستعد لاستهداف سفن في البحر الأحمر. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا أنها تلقت بلاغا عن انفجار بالقرب من سفينة على بعد 85 ميلا بحريا شرقي ميناء عدن اليمني. وأوضحت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية أنه تم استهداف ناقلة بضائع بقذيفة متفجرة أثناء إبحارها شرق عدن باليمن، مشيرة إلى أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة بسبب شظايا أصابت أنبوب مولد الديزل مما أدى لحدوث تسرب. أعلن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيغورني أن بلاده ستستضيف مؤتمرا إنسانيا منتصف إبريل المقبل لدعم السودان الذي يمر بأزمة عميقة. وقال خلال جلسة استماع في الجمعية الوطنية إن المؤتمر سيضم دول المجاورة للسودان وذلك للمساعدة في حل هذه الأزمة الإنسانية المأساوية. وشدد وزير الخارجية الفرنسي أيضا على أن باريس تظل داعمة للمنظمات الإقليمية الإفريقية لتسهيل سبل الخروج من الأزمات. رفضت روسيا تحذيرا أطلقته الولايات المتحدة بشأن قدرات نووية روسية جديدة في الفضاء، ووصف الكرملين التحذير بأنه افتراء ماكر وخدعة من البيت الأبيض تهدف إلى إقناع المشرعين الأمريكيين بالموافقة على تخصيص المزيد من الأموال لمواجهة موسكو. وقدمت الإدارة الأمريكية للكونغرس ولحلفائها بأوروبا معلومات استخباراتية جديدة تتعلق بالقدرات النووية الروسية، قالت إنها يمكن أن تشكل تهديدا دوليا. وذكر المصدر أن القدرات الجديدة المرتبطة بالمحاولات الروسية لتطوير سلاح يتمركز في الفضاء لا تشكل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماع مجلس الوزراء من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة عدد من الملفات المهمة. وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الجهود المستمرة لتعظيم الاستفادة من المخلفات والمتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف تلبية للاحتياجات والمتطلبات. كما استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث كشف التقرير زيادة إيرادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في 30 يونيو 2023 بمقدار 36.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 9.1%، إلى جانب زيادة استثمارات الهيئة بمقدار نحو 66.6 مليار جنيه. شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة،
والذي يجريه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني على مدار عدة أيام في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض التقارير والقرارات وإجراءات تنظيم التعاون التي تم تنفيذها خلال المراحل المختلفة للمشروع، كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين في أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية اتخاذ القرار المناسب خلال المواقف الطارئة طبقا للمتغيرات المختلفة أثناء مراحل سير العمليات، مشيدا بالأداء المتميز والتخطيط الراقي لكافة العناصر المشاركة بالمشروع. وفي ختام المرحلة نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحياتي وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثالث الميداني لتنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بمنظومة التدريب القتالي لكافة التشكيلات والوحدات وصولا لأعلى مستويات الجاهزية والاحترافية في تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف. أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاق فعاليات المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وضاعفت الداخلية أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض لتصل إلى 2148 وذلك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة في جميع أنحاء الجمهورية. أطلقت وزارة الداخلية المرحلة 25 من مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية اعتباراً من 16 من الشهر الجاري حتى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث تم عقد اجتماعات مع أصحاب المصانع وكبار الموردين والسلاسل التجارية الكبرى للاتفاق على طرح كميات كبيرة من السلع بالتخفيضات المعلن عنها خلال المبادرة لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. دائماً بنشارك وزارة الداخلية في عمل مبادرة مميزة جداً في كل الأصناف الاستراتيجية بأسعار مخفضة بتوصل ل 20 و30 و40% في بعض السلع، ودايما بتبقى كل السلع متوفرة بشكل كبير ودايما بجودة عالية وأسعار مميزة خلال الفترة دي. احنا عشان رفع العبء عن المواطن عملنا مكان في كل فرع من فروع سلسلة ماركت الفرجاني ومبادرة كلنا واحد، المكان ده فيه كل السلع الاستراتيجية اللي بيعوزها المواطن في دخلة رمضان. مبادرة كلنا واحد عليها يعني حمل كبير ان توفر سلع بكميات كبيرة، موجود معاك في كل مكان للقوافل في الشوارع في الميادين، هيبقى موجود معاك في القرى هتلاقي السيارات القوافل. اتفق الجميع على توفير كافة احتياجات المواطنين من مختلف أنواع السلع بخاصة رمضانية منها تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك تحت مظلة مبادرة كلنا واحد بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية وانطلاقا من دور وزارة الداخلية الاجتماعي. ده واجب علينا كشركة مصرية وطنية، واجب كل الشركات ان هي تشترك في المبادرات اللي زي دي، واحنا دايما بنحاول نوفر يعني اعلى جودة موجودة في السوق المحلي بالنسبة لمنتجاتنا خصوصا الجبن والألبان والعصائر. ان شاء الله هنشارك بمنتجات الرز ومنتجات المكرونة ومنتجات البقوليات لتخفيف الأعباء عن المواطنين. حصل تنسيق لينا مع وزارة الداخلية في ان احنا نطرح السلع بتاعتنا وتحديدا منتج الفول، عشان حضرتك عارف ان احنا داخلين على موسم رمضان وهو من اكتر الاصناف اللي بتستخدم في رمضان. عقب الاجتماع بدأت المصانع المشاركة في هذه المرحلة الجديدة من المبادرة في إعداد كميات كبيرة من السلع بخاصة الأساسية منها والتي تتسم بجودة عالية وتؤكد على نجاح التصنيع المحلي في تحقيق الوفرة في المعروض الذي يلبي احتياجات المواطنين في أي وقت وبأي كمية خلال شهر رمضان والذي يشهد زيادة الاستهلاك من كافة أنواع السلع. بتقوم الشركة بالاشتراك في مبادرة كلنا واحد منذ أكثر من 5 سنوات، وما زلنا متواجدين داخل جميع منافذ مبادرة كلنا واحد، بنقدم مسلى وزيوت بأعلى جودة وبأسعار مخفضة. يا بلادي روحي فدالي.
بنسعد باستمرارنا في مبادرة كلنا واحد تحت رعاية وزارة الداخلية وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. نحب نطمن المصريين ونقول لهم إن البضاعة موجودة، الفول موجود، الرز موجود، كل حاجة موجودة، وكل حاجة هتقضي لشهر رمضان وبعد شهر رمضان. ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل التجارية والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة لتصل في هذه المرحلة الجديدة منها إلى 2031 منفذاً وست معارض رئيسية و44 معرضاً فرعياً و67 شادراً بإجمالي 2148 منفذاً ومعرضاً رئيسياً وفرعياً وشادرا على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الموردين من أصحاب الشركات التجارية وجميع المنافذ والسلاسل التجارية والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. بتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الكريمة دي، دايما حريصين على المشاركة في المبادرة، ودي مش أول مرة احنا نشارك، احنا دايما بنفخر بمشاركتنا ودايما مؤمنين بدورنا المجتمعي. كما تواصل منظومة أمان التابعة لوزارة الداخلية مشاركتها في مبادرة كلنا واحد عن طريق توفير منتجاتها بأسعار مخفضة وجودة عالية من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. تشهد مبادرة كلنا واحد تطوراً ملحوظاً، فمنذ أن أطلقتها وزارة الداخلية برعاية رئيس الجمهورية وهي تحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من هنا تتجدد المبادرة باستمرار لتتواكب مع المستجدات المختلفة من أجل توفير كافة أنواع السلع للمواطنين بتخفيضات كبيرة. عبدالله بركات، التلفزيون المصري. أطلقت الحكومة خدمة الاستشارات الرقمية لبرنامج اسأل المودة، وذلك في إطار المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية. وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أنها تعمل بشكل مستمر على تأهيل وتوعية الشباب والفتيات المقبلين على الزواج وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر لتجاوز التحديات وتأسيس كيان أسري قوي ومتماسك. مشروع مودة طبعا تم إطلاقه من عام 2018 مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة، وأطلقه فخامة رئيس الجمهورية بعد المؤشرات اللي صدرت عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللي بتتكلم عن ارتفاع المطرد في عدد حالات الطلاق. يمكن وقت الإطلاق كنا ما يقارب 198 ألف حالة طلاق في 2017، والمزعج جدا في هذا الرقم الحقيقة ان كان تقريبا 15% من حالات الطلاق دي بتمر يعني حصلت لأسر لم يمر على زواجها العام، و 38% منهم حصلت لأسر لم يمر على زواجها 3 اعوام. والحقيقة ده كان محرك قوي للقيادة السياسية في ان هي تكلف وتوجه وزارة التضامن الاجتماعي لإعداد برنامج للحد من نسب الطلاق في مصر والحفاظ على كيان الأسرة المصرية. خدمة اسأل مودة، اسأل مودة استشارات أسرية من النواحي الاجتماعية، النواحي النفسية، النواحي الطبية، النواحي الدينية، اللي كلنا في البيوت بنبقى قاعدين عاوزين نسأل أسئلة ومش لاقيين المتخصص اللي يقدر يقول لنا إن إحنا نعمل إيه في المشكلة الحالية. أنا شاب، أنا فتاة مقبل على الزواج، أنا زوج، أنا زوجة، أنا أب أو أم مش عارفة أتعامل مع أولادي. فبالتالي اسأل مودة هتلاقي استشاري متخصص أسري بيجاوب لحضرتك أو حضرتك على المشكلة اللي عند حضرتك في الأسرة. فمشروع مودة في الحقيقة أطلق الخدمة دي عشان تبقى خدمة رسمية مجانية بتطلقها الحكومة عشان خاطر يبقى فيه الاستعانة بالخبراء والمتخصصين اللي يقدروا يقدموا الخدمات دي لمستحقيها ويقدروا كمان يستفيدوا منها بشكل كامل. فمودة ما زالت حتى الآن بتسعى وتسير نحو القيام بواجب مهم جدا جدا وجدا، وهو واجب تحصين المجتمع عن طريق دعم الأسرة المصرية وتنميتها بكل ما لديها من قوة. الحقيقة ان دعم الأسرة المصرية هو مركز المشروع التنموي. دعم الأسرة المصرية هو القضية الأهم في مسألة تنمية المجتمع المصري. والآن مع جولة اقتصادية.
الجولة الاقتصادية بصحبة شروق عماد. تفضلي شروق. شكرا لك إيمان، شكرا لك نهى، أهلا بحضراتكم وجولة اقتصادية جديدة في نشرة السادسة. وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على ما عرضه وزير الزراعة والأعمال العامة بشأن تجديد أو تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم، بحيث يكون سعر الضمان 10,000 جنيه للقنطار للقطن متوسط التيلة بالوجه القبلي و12,000 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على ضرورة توفير السلع المختلفة وأهمية الحفاظ على توازن الأسعار بما يلبي احتياجات المواطنين من هذه السلع، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة الجهود الخاصة بتوافر السلع في الأسواق، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أهمية معارض أهلا رمضان وأكد مبادرة كلنا واحد في توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة، مؤكدا أن ذلك يأتي بناء على التوجيهات الرئاسية بتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة ضمن جهود الدولة للحد من آثار التضخم على المواطنين. وإلى سوق المال، حيث أنهت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس نهاية جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع وسط تداولات بلغت 6.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.41 تريليون جنيه. وإلى مؤشرات البورصة، حيث ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 18% ليغلق عند مستوى 28,926 نقطة، كما ارتفع أيضا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 7,243 نقطة، وصعد مؤشر إي جي إكس 100 بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 10,161 نقطة. في أسواق البترول العالمي، ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات، وارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 74% لتبلغ 82.2 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 8% لتبلغ 77.25 دولار للبرميل، كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1% لتصل إلى 2.75 دولار للتر. في المقابل أيضا نجد صعود أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.18% لتسجل 1.62 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أعلنت وكالة الطاقة الدولية تعديل توقعاتها لنمو إمدادات النفط العالمية في عام 2024، وأشارت الوكالة إلى رفع توقعاتها لتصل إلى 1,700,000 برميل يوميا لتصل إلى مستوى غير مسبوق عند 103,800,000 برميل يوميا بدعم من الإمدادات الواردة من خارج مجموعة أوبك بلس. انتهت جولتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إليكما إيمان ونهى. شكرا جزيلا لك شروق. ومشاهدين، وصلنا إلى ختام النشرة، هذه عناوين الأخبار. الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يتفقان على تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق التعاون الثنائي، ولولا دا سيلفا يطلب دعم القاهرة لإعادة حوكمة النظام الدولي. خلال اجتماع وزاري بالجامعة العربية، أبو الغيط يدعو إلى وضع خطة عمل عربية عاجلة لتنفيذ وثيقة الاستجابة الإنسانية في فلسطين. مع تواصل عدوانها، قوة الاحتلال تقتحم مجمع ناصر الطبي بخان يونس، وواشنطن تحقق في استخدام إسرائيل للفسفور الأبيض في الغارات على غزة ولبنان.
نهاية نشرتنا. تحياتي لكم وإلى اللقاء.